أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدة، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في، نخصصها لحلقة للذهب للسنة الثانية بكالوريا، ويتعلق الأمر هذه المرة بموضوع الجغرافيا، مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية بطريقة يعني بسيطة جدا من خلال قصة يعني لا تتعدى ثلاثة أسطر. في البداية كما تلاحظون هناك هذا النص، وهذا النص يجب أن نتابعه من بدايته حتى النهاية. أقرأ عليكم هذا النص: قشر خضروات وحوامض ومر بغابات خشب ومستنقعات وخمس بحيرات وأنهار كبيرة ملونة وحمراء وسهول شاسعة وهضاب لرعي الأبقار بالغرب وصحاري بالجنوب، واشترى أرز الجنوب ومعه قصب السكر وتبغ ومزروعات مدارية وصناعية. كما تلاحظون يعني نص بسيط جدا، يعني عبارة عن قصة مضمونها أن إنسانا يمر بمجموعة من المناطق، وهذه المناطق يشتري الكثير من الأشياء ويرى الكثير من الأشياء. بداية قشر خضروات، فعل قشر هذا الفعل ليس موضوعا يعني بطريقة اعتباطية، بل هناك فيه يحمل الكثير من الأشياء، يمكن اختصارها على هذا الشكل، يعني قشر أن الفعل يعني القاف كلمة قمح، كلمة قمح، والشين يعني شتوي، قمح شتوي، والراء قمح ربيعي. بمعنى هذه الكلمة قشرة تحمل أن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية قمح شتوي يعني في الجنوب، وقمح ربيعي في الشمال، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية مترامية الأطراف يعني 14 مليون كيلومتر مربع، يعني مناخات متعددة، وهذا التنوع في المناخ يمنحها يعني هذه القوة لتنتج قمحا شتويا مثل المغرب وتنتج قمحا ربيعيا. نمر إلى المسألة الثانية، يعني خضروات. الولايات المتحدة الأمريكية تنتج الخضروات في ثلاثة مناطق: منطقة الشمال الشرقي، ثم منطقة الشمال الغربي يعني منطقة سياتل، ثم يعني منطقة نيويورك أو منطقة الشرقية، يعني على ثلاثة مستويات. الملاحظ أن هذه الفلاحة في الولايات المتحدة الأمريكية أن كل منطقة تختص بمنتوج معين، وسنأتي على ذكر ذلك، يعني ما هو السبب أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتج يعني كثير من المحاصيل والمزروعات، ولكن كل منطقة تختص بمزروع معين. ثم هناك الحوامض، والحوامض لا نجدها إلا بمنطقة خليج المكسيك في أقصى الجنوب يعني الجنوب الشرقي، وهذه المنطقة متخصصة بالفعل في إنتاج الحوامض. ثم ومر بغابات يعني بغابات خشب. الولايات المتحدة الأمريكية تحتل الرتبة الثانية في إنتاج الخشب، يعني غادي نجيو هنايا الرتبة الثانية. ومر بغابات، الغابات الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لهذه المساحة الكبيرة جدا فإنها تتوفر على يعني ثلاثة مناطق أساسية تتواجد بها الغابات: منطقة يعني المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية أو ما يسمى بالجبال الأبالاش، ثم وسط البلاد الجبال الصخرية أو السلسلة الصخرية
ثم المنطقة الثالثة السلسلة الساحلية، يعني المنطقة جبال الأبلاش، ثم السلسلة الصخرية وسط البلاد، ثم السلسلة الساحلية مطلة على المحيط الهادي. من طبيعة الحال هذه الغابات غابات كبيرة جدا ومن أكبر المحميات على المستوى العالمي، يعني تحافظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تنتج منها مادة الخشب أو منتوج الخشب وتحتل به الرتبة الثانية. ثم كذلك أن هذا الإنسان مر كذلك بالمستنقعات، يعني أن هذه الغابات تتواجد بها الكثير من المستنقعات، ومر كذلك بخمس بحيرات. هذه البحيرات يعني مشهورة، يعني البحيرات الأمريكية، أشهر هذه البحيرات يعني البحيرة العليا، ثم بحيرة ميشيغان، يعني نسبة ميشيغان نسبة لمدينة ميشيغان، ثم بحيرة أونتاريو، بحيرة أونتاريو وبحيرة إيري. يعني يكفي أن نتكلم عن البحيرة العليا أو بحيرة ميشيغان أو بحيرة أونتاريو أو بحيرة إيري، يعني لنفهم أن هذه المنطقة تتواجد بها الكثير من المياه. ثم مر كذلك بأنهار كبيرة. تعمدت هنا أن أضع يعني الكلمة نهر أحوله إلى أنهار كبيرة، وهنا يعني إحالة إلى النهر الكبير أو ما يسمى بريو غراندي باللغة الإسبانية، يعني أنهار كبيرة الترجمة العربية ديالها من بطبيعة الحال النهر الكبير أو باللغة الإسبانية كما هي التسمية الصحيحة له، وهو ريو غراندي. ثم أنهار ملونة في إشارة إلى نهر كولورادو، وهذا النهر يعني كولورادو ماشي الصباغة كيف ما عندنا هنا في المغرب، ولكن يعني كلمة إسبانية كولورادو تعني المتنوع من حيث المناظر، من حيث المنعرجة ديالو، من حيث طول ديال المسافة ديالو، يعني وما يمنحه هذا النهر من رؤية جمالية كذلك على المستوى الطبيعي. نهران، النهر الكبير ريو غراندي، ثم نهر كولورادو يعني المتنوع، يعني هذه الترجمة الصحيحة اللغة العربية المتنوع. ثم النهر الثالث، ويعني أنهار كبيرة ملونة وحمراء، يعني النهر الأحمر، يعني أو ما يسمى بريد ريفر، ما يسمى بالنهر الأحمر أو ريد ريفر. بطبيعة الحال تنضاف إلى ثلاثة الأنهار نهر الميسيسيبي وكذلك نهر الميسوري. الميسيسيبي نهر طويل جدا أزيد من 5000، يتعدى أزيد من 5000 كيلومتر، يعني تشقه العديد من البواخر، يعني يمنح الولايات المتحدة الأمريكية يعني مياه كثيرة جدا، وهذا ما تحتاج إليه الفلاحة الأمريكية. إذن بعد المرور بالأنهار مر هذا الرجل أو هذه الإنسانة بهذه السهول الشاسعة، وهي من طبيعة الحال السهول الكبرى المطلة على البحيرات الأمريكية، بحيرات الخمس. هذه السهول الكبرى جاءت يعني في وسط، يعني في الجهة الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية وفي وسط البلاد، وتشكي يعني 82
85% من مساحة البلاد، ويعني رقم خيالي جدا أن 82% يعني مساحة يعني صالحة للزراعة، تربة جيدة، تربة خصبة، زائد وفرت المياه، زائد اعتدال في هذا المناخ، يعني أن هذه السهول تمنح إمكانيات هائلة، في إمكانيات فلاحية هائلة كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية. ثم مر بالهضاب، وهضاب لرعي الأبقار. هذه الهضاب من طريق الحال هي هضبة كولومبيا بمنطقة الغرب الأمريكي، أو ما يسمى بكولومبيا من طريق الحال أصحها، منطقة كولومبيا بالغرب الأمريكي. وهذه المنطقة يعني مشهورة برعي الأبقار والخنازير، وكذلك يعني الخيول. منطقة كولومبيا هي منطقة شاسعة، ومنها جاءت تسمية الويسترن، يعني الغرب الأمريكي، أو الكوبوي كما كنا نعرفه سابقا، ولكن لم نكن ندري أن هذه المنطقة الشاسعة هي يعني أرض يعني لرعاية الأبقار. والولايات المتحدة الأمريكية تحتل الرتبة الثالثة في إنتاج يعني في رعاية الأبقار على المستوى العالمي، يعني الرتبة الثالثة. إذن كما قلت بأن هذه السهول الشاسعة، أعود إليها لأن هناك أمر مهم جدا، أن هذه السهول الشاسعة يعني تتوفر على المياه التربة، وكذلك أنها يعني يغرس فيها منتوج أساسي وهو الذرة، يعني أن ندير زائد الذرة والرتبة الأولى على المستوى العالمي في السهول، في هذه السهول الكبرى، إنتاج الذرة على المستوى العالمي، الخنازير، الصوجة، ويعني العديد من الأشياء، المنتوجات الفلاحية، نظرا لهذه المساحات الشاسعة بالسهول. بينما في الهضاب يعني الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية ما قلت وأكررها 14 مليون كيلومتر مربع، يعني 82% من مساحة البلاد صالحة للزراعة، وبالتالي هذه المناطق، منطقة كولومبيا، أنها تترك فقط لرعي الأغنام والأبقار والخيول والخنازير. ثم مر هذا الرجل بالصحاري بالجنوب، يعني صحراء أريزونا، بطبيعة الحال منطقة أريزونا يعني استغلتها نظرا للمناخ الجاف والمناخ المداري بهذه المنطقة والحدود مع المكسيك. ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع بها يعني أكبر يعني مولدات للطاقة الشمسية على المستوى العالمي، في حين أن المغرب والصين يحتلان الرتبة الثانية والتالية الثالثة على التوالي. يعني حتى الصحراء تم استغلالها بشكل جيد لإنتاج الطاقة الكهربائية. ثم مر هذا الرجل واشترى أرز الجنوب، نظر لأن المنطقة مدارية، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل الرتبة الثانية عشرة على مستوى الأرز، الرتبة الثانية عشرة. ثم كذلك قصب السكر، يعني بمنطقة خليج المكسيك الأرز، وقصب سكر بخليج المكسيك، ثم كذلك الحوامي. ثم اشترى هذا الرجل تبغن، التبغ يعني بمنطقة نيويورك، يعني المنطقة الوحيدة التي يتواجد بها التبغ. ثم اشترى كذلك مزروعات مدارية، القطن بطبيعة الحال، الكاكاو، ومزروعات صناعية، يعني يتم تحويلها إلى مزروعات صناعية. الملاحظة الأساسية في الفلاحة الأمريكية، يعني بهذه البساطة، هناك العديد كما ترون من المنتوجات، القمح،
الخضروات، الحوامض، الأخشاب، يعني ثم يعني الأرز، قصب السكر، التبغ، المزروعات المدارية والصناعية. هذه المزروعات يعني وجدت بيئة ملائمة ومناسبة لتطورها، ولكن العامل الأساسي لهذا التطور وبهذه الكثافة وبهذا الضخامة الكبيرة جدا محتلة أرقام قياسية على المستوى العالمي، أرقام واحد يعني الرتب الأولى والثانية والثالثة، يعني في حدود الرتب العاشرة في العديد من المنتوجات الفلاحية. يعني يعود السبب إلى التنظيم الجيد لهذه المساحات، يعني 82% من أصل 14 مليون كيلومتر مربع، يعني ما يعادل المغرب على 21 مرة، ما يعادل مساحة المغرب على 21 مرة، متوفرة بطبيعة الحال على المياه وعلى مناخ متنوع. وهذه الأشياء العوامل المساعدة، مناخ متنوع يعطينا مزروعات متنوعة، مساحة كبيرة جدا تقدر 82%، تمنح إمكانيات هائلة، ثم كذلك مستوى التنظيم، ثم مستوى وهذا هو الأساسي، مستوى التركيز، التركيز لا كونسنتراليزاسيون، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز في مناطق بعينها على منتوج معين، كمثال تركز في منطقة يعني السهول الكبرى على الذرة، وشمال السهول الكبرى على قمح ربيعي، وفي جنوب السهول الكبرى قمح شتوي. يعني هذه الإمكانية وهذا التركيز استغلالا للوقت، استغلالا للزمن، يعني وسيلة للتنقل تكون بسيطة جدا. الأمر الأكيد أن هذه المصانع هو أن هذه الفلاحة ترتبط بالصناعة وبالتجارة وبقطاع الخدمات، يعني بشكل يتداخل بشكل كبير جدا. لا يمكن أن نجد كمثال الحوامض أن يمكن نقلها من الجنوب نحو الشمال في أزيد من 4000 كيلومتر، يعني من العبث أن تنقل منتوجا لمسافة طويلة جدا. لذلك اختصارا للوقت وللزمن ولتكلفة الإنتاج، يتم التركيز على هذه المنتوجات في مناطق دون مناطق أخرى، يعني بالنسبة للقمح، بالنسبة للخضروات، بالنسبة للحوامض، حتى بالنسبة للغابات، وكذلك بالنسبة للأبقار في الغرب. التركيز ثم التنظيم ثم الكثافة ثم ضخامة الإنتاج، بالإضافة إلى تنوع الإنتاج، يعني أن هذه الفلاحة يعني تمتاز بالتركيز، بالتنظيم، بالكثافة، بضخامة الإنتاج وبتنوع الإنتاج، كما كتشوفوا مجموعة من المحاصيل. وهذا يسهل يعني على أن تحقق هذه الفلاحة يعني أرقام قياسية على المستوى العالم. من طبيعة الحال هذه الفلاحة بهذا التنظيم الجيد وبهذه المنتوجات المتنوعة تحقق أرقام قياسية على مستوى ضخامة الإنتاج وتنوعه، وتحقق كذلك ارتفاعا ذاتيا، ثم تحقق كذلك أمر يعني أنها تصدر هذا المنتوجات يعني الفائضة على المستوى الفلاحي إلى الاتحاد الأوروبي، إلى دول إفريقيا، إلى آسيا، ثم إلى دول أمريكا اللاتينية. ولكن هذه الفلاحة يعني إذا كانت هذه هي مظاهرها والعوامل المساعدة لها تتمثل في السهول ووفرة المياه، وبالإضافة إلى المكننة، وبالإضافة إلى خبرة يعني الفلاح الأمريكي ومساعدات التي تقدمها الدولة، إذا كانت يعني أكرر هذه العوامل المساعدة
وفرت المياه، ثم وفرت يعني شساعة المساحة، ثم كذلك العامل الثاني خصوبة الأراضي ومناخ متنوع وتدخل الدولة لمساعدة الفلاح الأمريكي، وكذلك يعني هذا الربط بين العامل بين القطاع الأول الفلاحي والقطاع الثاني الصناعي والقطاع الثالث التجارة والخدمات، والتدخل فيما بينهما يعني، وخبرة الفلاح الأمريكي، وكذلك البحث العلمي المنصب على يعني إنتاج محاصيل بكميات هائلة نظرا لهذا البحث العلمي الذي يرافق الفلاحة يعني من مراحل إنتاج المحصول حتى نهاية ديال التسويق ديال. إذن هذه الفلاحة بهذه القوة تعاني كذلك من مجموعة من المشاكل. أبرز هذه المشاكل هي أن فائض الإنتاج يعني انخفاض هذه الأسعار، والمنافسة الشرسة يعني مع دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة بعد انسحاب يعني بريطانيا مؤخرا، ثم كذلك منافسة يعني ثلاثة ديال البلدان البرازيل والهند والصين، لأنها وكذلك الاتحاد الأوروبي يعني تنتج هذه الدول نفس هذه المنتوجات وربما بأسعار يعني ليست كالأسعار الأمريكية، مما يطرح على فائض الإنتاج الأمريكي أنه يتم تخزينه وإعادة سوقه فيما بعد، ولكنها تعاني من منافسة شرسة من هذه البلدان. إذن المنافسة ثم انخفاض الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يعني هناك بعض الظروف يعني السيئة الإعصارات وما يسبب ذلك من خسارات لهذه الفلاحة، ثم عامل أساسي في هذه المشاكل هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني يعني من منافسة شديدة جدا من طرف هذه البلدان، وبالتالي تسعى إلى تنويع هذه الإنتاجات وتنظيمها في شكل مساحات واستغلاليات كبرى على أطراف المساحة المزروعة 82% من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. باختصار شديد الفكرة يعني واضحة أن هذا النص على شكل قصة، ولكن هذه القصة تحمل في طياتها وفي تناياها يعني العديد من الأشياء التي تتعلق بالفلاحة الأمريكية. يعني بدأنا بفعل قشرة وهو يحيل إلى ثلاثة كلمات، القمح، كلمة قمح وقمح شتوي وربيعي، ثم درجنا على يعني الإحاطة العامة بالمناظر العامة أو المشاهد العامة للفلاحة الأمريكية ومنتجاتها، وكذلك العوامل المساعدة، وكذلك المشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية. نأتي على نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم بهذه الطريقة. يمكن أن نعيدها بطريقة أخرى يعني من خلال خريطة، ويعني نتمنى أن تدعمونا في هذه القناة من أجل محتوى جيد إبداعي يعني يراعي يعني الكثير من فيه الكثير من الحس الإبداعي. كان معكم عبد الله الثورة، وإلى لقاء متجدد، دمتم في رعاية الله وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.